بسم الله الرحمن الرحيم. بالمحاضرة الماضية كملنا الكيو، كملنا اللينكد كيو صح؟ خلنا الأوبريشنز الرئيسية اللي هن الدي كيو والإن كيو والإز إم تي. في إشي ما أخذناه؟ إذا في إشي ما أخذناه قولي. وصلنا عند السيركولارلي لينكد ليست. لاحظ بالسيركولارلي لينكد ليست، تحلك على السيركولارلي لينكد ليست. بالسيركولار لينكد ليست هي بتشبه اللينكد ليست العادية، السنجل لينكد ليست. هي عبارة عن مجموعة من النودز، كل نود بتحتمل item element and next pointer. بس شو بتميزها عن النو عن السنجل لينكد ليست؟ بالسنجل لينكد ليست النود الأخير اللي بأشر عليها التيل بيكون النكست فيها نان، النكست إلها نان النود الأخيرة. بالسيركولار لينكد ليست التيل دوت نكست يساوي الهيد. شوفوا التيل دوت نيكست، النيكست ما بيكون نان، النيكست بالتيل بيأشر لي على أول نود بالكيو إذا اعتبرتها كيو، على أول نود بالليست إذا اعتبرتها ليست. وإذا بدي أعتبرها كيو هسا رح نعتبرها سيركولار كيو. نستخدم مبدأ سيركولار لينكد ليست لتمثيل السيركولار كيو. رح بحكي لنا إذا سيركولار لينكد ليست is the collection of nodes، هو مجموعة من النودز، in which tail node also point back to head node. التيل نود مش التيل نفسه، التيل مش راح يقدر يأشر على الأخيرة وعلى الأولى. كيف بيأشر باك على الأولى؟ التيل دوت نيكست بيأشر على الهيد نود أو الفيرست نود. هاي سنجلي لينكد ليست وهاي سيركولارلي لينكد ليست. لاحظ بالسيركولارلي لينكد ليست لو سألتك واتس ذا هيد، يعني لاحظ بالسيركولارلي لينكد ليست مش شرط احتفظ بهيد وتيل. ليش مش شرط احتفظ بالهيد؟ بس بدي التيل، تيل بكفي. بالسنجل لينكد ليست قلنا اذا بدي استغني عن التيل عادي، بس الهيد بقدرش استغني عنه. اذا بتتذكروا بالسنجل لينكد ليست بقدر احط هيد وتيل قلت لك، بس اذا بدك تستغني عن واحد فيهن تستغني عن التيل مش عن الهيد، لانه اذا عرفت الهيد بتقدر تصل للتيل، بس العكس مش صحيح بالسنجل لينكد ليست. لاحظ بالسيركولار لينكد ليست راح اتعامل بس راح احتفظ بالتيل. راح احتفظ بس بالتيل. طب ليش ما احتفظ كمان بالهيد؟ لان اذا عرفت التيل، الهيد هو التيل دوت نيكست. لاحظ اذا عرفت التيل بقدر اعرف اول نود من خلال التيل دوت نيكست. التيل دوت نيكست راح يوصلني، هي التيل دوت نيكست لو مشيت معه باخذ عنوان اول نود، بقدر اصل لاول نود بدون ما يكون مؤشر اكسبليسيتلي موجود اسمه هيد على النود الاولى. Where's the head node؟ بحكي لنا اللي هي نفس الهيد هي تيل دوت نيكست. نشوف الكلاس سيركولار كيو. الكلاس سيركولار كيو راح يحتوي بداخله على الكلاس نود نان بابليك، طبعا هيك ما بتكون نان بابليك، نان بابليك لازم احط اندرسكور، اندرسكور نود كلاس اندرسكور نود عشان تكون نان بابليك كلاس. وظيفه بتحتوي على السلوتس اللي هن شو السلوتس؟ الاليمنت والنكست، اليمنت اند نكست. وبتحتوي على الكونستراكتر اللي هو بعطي قيمه للاليمنت وقيمه للنكست. في عندنا هون كونستراكتر السيركولار كيو. كونستراكتر السيركولار كيو طبعا هاي كل معموله كوبي بيست من نروح لكم على الاصل لانه الكوبي بيست من بي دي اف بلغي كل الاندر سكور الموجوده. شفتوا كيف صارت سيركولار؟ هاي التيل دوت نيكست يساوي الهيد، صارت سيركولار. بالسيركولار بقدر اذا عرفت اي نود اصل للنودات الاخرى لانها سيركولار. لاحظ إذا عندي الكرنت بقدر أصل للثانية للي وراها للي وراها وهكذا وارجع لها. نشوف الكلاس سيركولار كيو. شوفوا الكلاس سيركولار كيو. طيب ضروري سير أعملها كيو؟ ممكن أعملها لينكد ليست عادية سيركولار لينكد ليست. إذا عملت سيركولر لينكد ليست بصير أضيف بالأول، أضيف بالآخر، أضيف بالوسط، بس دائما بدي أضمن إذا بدي أضيف أول أو آخر إنها تظلها سيركولر. يعني ما أعمل عملية إضافة لنود
وتبطل الليست سيركولر. كيف سيركولر؟ حكينا التيل دوت نيكست يأشر لي على أول نود. إذا ضفت بالوسط، يعني لو جيت أخذت داتا سيركولر لينكد ليست وجيت ضفت بالوسط، إذا كان في أكثر من نود ما فيش مشكلة، عادي زي ما أضيف على السنجل لينكد ليست، لأنه لا التيل رح يتأثر ولا الهيد رح يتأثر. بس إذا ضفت بالبداية مثلا، إذا جيت ضفت بالبداية وكانت الكيو سيركولر أو اللينكد ليست سيركولر، لازم أنتبه كيف أربط مع النكست، كيف أربطها. لو سألتك مش على كيو، بدي إياها على سيركولر لينكد ليست، لأنه الكيو إلها قيود. الكيو شو هي؟ الإضافة من الآخر، ما بضيف فيها من البداية. لما أحكي سيركولر كيو بصير أضيف بالبداية، إلا إذا كانت دبلي دي كيو. إذا كانت دي كيو اللي هي دبل إندد كيو، بضيف من البداية والنهاية. بس إذا قلت لك كيو عادية، الإضافة وين بتكون؟ بتكون على الآخر. الحذف منين بيكون؟ من البداية. وهسه رح نشوف وين بالسيركولر كيو. بس لو كانت لينكد ليست عادية سيركولر، وجيت قلت لك بدي أضيف نود في البداية، جينا قلنا بدنا نضيف نود على البداية، شو بتعمل؟ مين يحكي لنا شو الخطوات؟ ترى أول إشي بخلي الهيد يأشر على الجديد، بعدين بسوي التيل أول شيء بتأكد هل هي فاضية أو لا. أول شغلة بتأكد هل هي فاضية. إذا فاضية بعمل نيوست نود اسمها نيوست، وبخلي النيوست دوت نيكست. لاحظ في عندي حالات إنه التير يكون نان. شو يعني التير؟ طبعاً أنا أفترض إنه بس عندي تير. افترض إنه عندك بس تير. الهيد بعرفه، إذا عرفت التير بقدر أعرف الهيد إنه التير دوت نيكست. إذا كان التير نان، إذا كان التير نان شو يعني؟ يعني فاضي. بديش أكتب نان، بدي أكتب فاي. هاي فاي يعني نان. إذا كانت التير نان بنشئ نيوست. طبعاً إذا بدي أكتب هالساعة بضل 10 ساعات لن أكتبها. تنشئ نود نيو، استدعي كونستراكتر النود، كلاس نود. بعد ما تنشئ النود خلينا نرسمها رسم، بحكي الكود بحكي حكي. هاي انشأت نود سميتها نيو. كيف بنشئها؟ المفروض انك بتعرف كود. لما اقول لك انشئ نود يعني بدك تنشئ اسمها نيو، بتقول نيو تساوي نود اوف، تعطيها قيمة اي، بتعطي النكست مثلا نان على سبيل المثال. انت حر بالبداية، بتعطي قيمة للإليمنت، حط قيمة هون، والنكست ممكن تعمل هنا. إذا كانت تيل فاضية لنيو دوت نكست، خلص بتخليها تساوي، شفتوا كيف بعملها؟ بتصير هاي أول نود، وبخلي التيل يأشر عليها وبزيد السايز 1 إذا كانت فاضية. طب إذا كانت الليست مش فاضية، هاي الحالة الأولى. إذا كانت فاضية رح تصير هي أول نود بالليست، بخلي new dot next يساوي new. كيف بخليها تأشر على نفسها؟ إذا كانت هي أول نود لازم تكون circular. طب كيف بدها تكون circular؟ new dot next يساوي new، والتالي أشر عليها، بتصير هاي أول نود بالليست. طب إذا كانت مش فاضية، خليني بدي أعمل، بدي أحذف عشان يصير في معي مجال. طيب إذا كانت مش فاضية وبدي أجي أضيف بالبداية، بدي أعمل escape وأعمل discard، أحذف المكتوب وارجع اعمل عرض من جديد. لاحظ اذا كانت مش فاضيه، هاي اعطيتك اول حاله، حذفتها لاني بدي اكتب. طيب اذا كانت مش فاضيه، انشات نود اسمها نيو، يعني انا بكل الاحوال راح انشئ نود اسمها نيو. هاي انشات نود اسمها نيو، وعبيتها بالداتا وعملت النكست فيها نان، أنا حر أو بأجل النكست شو كما كان. طب كيف هسه أربطها بالليست؟ باجي بقول له النيو بدي أربطها هون مع هذا المؤشر على الهيد. طب أنا ما عنديش هيد، قلت لك افترض إنه ما عندكيش هيد، شو اللي بدني على الهيد؟ التيل دوت نكست. تيجي تقول لي نيو دوت نكست يساوي تيل دوت نكست. كيف بربطها هيك؟ نيو دوت نكست يساوي تيل دوت نيكست. النيو دوت نيكست ساوي تيل دوت نيكست. تيل دوت نيكست عمين بيأشر على الأولى، هاي الخطوة الأولى بعد ما إنشاء نود. طب هسا صارت هاي أول نود، يعني تيل دوت نيكست صار وضعه غلط. باجي بقول تيل دوت نيكست يساوي تيل دوت نيكست، شو يساوي هسا؟ شو خليه يساوي؟ خليه يساوي النيو. أيوة هاي الخطوة الثانية. ترتيب الخطوات مهم دائما. لاحظ إذا كانت بالبداية
أول شيء فحصت هل التينن، إذا التينن يعني فاضية، انشأت النيو، أنا بكل الأحوال بكون منشئها، بنشئ النيو أول شيء وبعبيها بالداتا والنكست لها نان. بعدين باجي بقول هل النيو، هل الكيو فاضية أو هل اللينكد ليست فاضية؟ كيف بتكون فاضية؟ تيل يساوي نان إذا عندي بس التيل. باجي أو بستدعي is empty إذا عندي function is empty، باجي بقول له new.next يساوي new والتيل خليه يأشر عليها وبزيد السايز واحد، لأنها هاي أول نود على السيركولر وبدها تكون سيركولر أكيد، لو نود واحدة تتأشر على نفسها، اتفقنا؟ طيب إذا فيها أكثر من نود، باجي النود اللي انشأتها new.next تساوي بدي أخليها تأشر على أول نود. طب وين أول نود؟ ما عنديش هيد، بقول له شو ما عندكيش هيد؟ تقدر تصل لأول نود عن طريق التيل دوت نيكست، نيو دوت نيكست تساوي التيل دوت نيكست، وانتبهوا التيل دوت نيكست لحد الآن أنا ما غيرته، أنا غيرت نيو دوت نيكست. الخطوة الثانية باجي بقول له التيل دوت نيكست تساوي نيو، التيل دوت نيكست تساوي نيو وبزيد السايز واحد، والتيل بخليه مكانه طبعا. شوفوا إذا في أكثر من نود. طب إذا بالوسط، إذا أجت بالوسط مش بالبداية، إذا جت بالوسط مثلا قلت لك هون في temporary وبدك تضيف وراها node، في temporary وضيف لي وراها node tem وضيف لي node، بتنشئ node بتربطها عادي زي ما ربطناها بالsingle linked list، بنشئ node وبربطها كأنها لأنها مش جاية على الأطراف زي ما ربطنا النود اللي بالوسط بالsingle linked list. طيب خلينا هاي السيركولر لينكد ليست نستخدمها لتنفيذ السيركولر كيو. مجرد ما احكي كيو لازم نتذكر مبادئ الكيو، first in first out. مجرد ما احكي الكيو بتذكر مبادئ الكيو، first in first out، بتذكر الاوبريشنز اللي بتشتغل على الكيو اللي هن اللي طبعا اللين والاز امتي، هذول مساعدات، اللين بعطيني الطول عدد النوتس والاز امتي بعطيني اذا فاضي او لا. بدي اتذكر كمان انه عندي البق مش بوش اسمها ان كيو، بدي اضيف قيمه وين الاضافه على اخر الكيو، الاضافه وين جهه التيل، بدي اتذكر انه الاضافه من النهايه بالكيو العاديه. وعندي الحذف اللي هي اسم الفانكشن دي كيو، الحذف من البدايه، وبالاضافه للفانكشن فيرست اللي بعطيني القيمه اللي باول الكيو، فيرست يعطيني القيمه اللي باول الكيو بشرط تكون مش فاضيه. نفس الاوبريشنز بس هسه عن هالكيو صارت سيركولر، اللينكد ليست صارت سيركولر، كيف نعدل بكودنا بحيث يصير كودنا صح؟ اظني اضيف اذا بدي اضيف او احذف تضل هالكيو سيركولر، تضل هاللينكد ليست سيركولر، هاي ذا المفهوم. طيب شو الداتا ممبرز للكلاس سيركولر كيو؟ تيل بديش هيد، قلت ليش بديش هيد؟ بقدر احتفظ انا بالهيد بس مش ضروري، لان الهيد بقدر اصل للنود الاولى عن طريق التيل دوت نيكست، لهيك احتفظت بس بالتيل والسايز. وبالبداية رح ننشئ constructor circular queue، رح نعمل queue circular queue فاضية، فاضية tail none والsize شو بيكون؟ zero. هذا الاشي اللي عمله tail none والsize zero. طبعا تنسوش الـ underscore هون، underscore 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 self dot underscore tail self dot underscore size، هاي حتى الكلاس نود مكتوبة class underscore node، لهيك بحكي لك انها non-public class كله underscore، بس هاي معمول copy paste من البي دي اف، البي دي اف عملت له كوبي بيست بحذف كل الاندرس، في اشياء رموز كثير بحذفها. شوفوا هذا كونستراكتر مش الكلاس نود، بقول لك الكلاس نود حذفناه لانه نفس الكلاس نود اللي عملناه بالسنجل لينكد ليست واللي عملناه باللينكد ستاك واللينكد كيو، نفسه انه بيحتوي على سلوتس اليمنت ونكست وكونستراكتر. هاي كونستراكتر سيركولار كيو. بعدين عملنا الفانكشن لين، كمان اللين اوفرلودنج لهيك اندرسكور اندرسكور لين اندرسكور اندرسكور، برجع return self dot underscore size، ال is empty برجع لي self dot underscore size equal equal zero، ال time complexity لل constructor O1، لل len O1، لل is empty O1، لل dq O1، لل in queue O1، كله رح يطلع O1. لاحظ عمل لي كيف عمل initialize the circular queue to the empty circular queue. كيف empty؟ التيل قيمته none والsize zero، التيل نان بعدها فاضية ولا بيأشر ولا على إشي التيل، والسايز قيمته صفر. الفانكشن يجي على الفيرست، الفيرست بيستقبل سيلف، هذا الفيرست نتذكر شو بيعمل، صرنا ذاكرينه 100 مرة، بالليست العادية ذكرناه نفس العمل،
باللينكد كيو عملنا اللي سيركلر كيو رح يكون نفس الوظيفة، بيرجع للقيمة اللي بأول الطابور بدون حذف، بشرط إنه الطابور يكون إيش مش فاضي. يعني إذا الطابور فاضي كيف بدي أرجع منه؟ لهيك دائما حكينا قاعدة بدي أرجع قيمة أو بدي أحذف، بدي أرجع قيمة أو بدي أحذف، لا وبدي أحذف بالبوب والدي كيو، البوب والدي كيو أوبريشنز هذول بحذفن القيمة وبرجع لي إياها، بس عشان أحذف أو عشان أرجع قيمة لازم يكون في قيم. لهيك أول شغلة بفحصها هل هي فاضية؟ if self.is underscore empty، طبعا هاي underscore بين ال if self. underscore empty raise empty q is empty، حتى الكوتيشن شايفينها هاي بين دبل كوتيشن، هاي بين كوتيشن q is empty، head يساوي self dot underscore tail dot underscore next. طيب لاحظ، طب ما عنديش انا head، عرف شو هو الهيد؟ قال لي الهيد يساوي انشاء متغير اسمه head يأشر لي على يدني على اول نود. طب شو قيمته؟ self dot underscore tail dot underscore next. بعدين قال لي return head dot underscore element، أنا بدي القيمة الموجودة بأول نود. عرفت وين أول نود؟ من خلال التيل dot next، خزنتها بالهيد. بعدين قلت له return head dot underscore element، element اللي هو جزء البيانات، أنا بدي جزء الداتا الموجود بأول نود. تذكروا الكويز يوم السبت وبعثت لكم إيميل صح؟ شابتر 6 بتدرسوه مزبوط، 6 على الليست، يعني مش تتخربط مع اللينكد ليست، على الليست كيف تعمل الستاك الكيو الدي كيو، الدي كيو اللي هي الدبل اند دي كيو على الليست العادية. نتذكر ندرسه مزبوط، نتذكر التايم كومبلكسيتي كل كود، كل فانكشن شو وظيفته، كيف بيشتغل الابليكيشن على الستاك، ننساش التطبيقات على الستاك، نذكرها بشابتر 6 صح؟ طيب الدكتورة بس خلي المساء يعني 8-7 لأنه في مسابقة بالجامعة يوم السبت عندنا. أي ما أنا بعثت لكم على 7 أو على 8 أي ساعة؟ المساء، المساء كتبتي كأنه بس. لا كتبت الساعة 7 أو ما يا 7 يا 8 كتبت. آه خلص تمام. ما بعرف دكتور في كمان سؤال. لا لا مش مشكلة، ما بعرف أتأكد، بس في كمان سؤال لكوز اللي إجت على الأمورتايز. يا ريت تحليه، تعمل تحليل، انت كتبت بس كود. اه ما فيش فاهم السؤال يعني اصلا شو بده. مش احنا حللنا لما كانت دبلينج 2 ضرب الكذا، لما كنت ازيد سي حللنا، كتبنا 1 زائد كذا زائد كذا زائد كذا، بعدين طلع 3 ان ناقص في حاله الان من عمليات الاوبري ابنت راح تاخذ 3 ان، وبعدين قلنا او كل وحده او ان ان من هيك بده، بس اللي انك انت كل مره بتزيد بمقدار 20% يعني خمس الكباسيتي الحاليه، بده تحليل. بس راح اعتبر يعني كتابه الكود جزء والتحليل جزء، يعني راح اعمل انا بدي اعمل تكميلي. شفتك، شفت كودك، شفت شو كاتب. بدي اعمل تكميلي يوم الاثنين ان شاء الله، لانه في ناس ما سلمتش، امتحنت بس ما سلمتش الملفات، وفي ناس ما امتحنتش. إذا حدا مثلا مخبص بسؤال أو إشي بيمتحن مش مشكلة. عادي يعني، لأنه كمان دكتور عبد الرؤوف زاد لهم 10 دقائق وإحنا ما زدنا، يعني مع أنه قال لي خلص بعتبرهم اللي سلم بعد 7:30 بديش أخذ منه، بس إنه بس 7:30 بس خلص، يعني مجرد ما زادنا 10 دقائق إذا الطلاب كلهم سلموا بعد 7:30. طيب خلينا نشوف الـ DQ، Def DQ of Self. الـ DQ شو وظيفته؟ يحذف القيمة اللي بالبداية. هذا طابور، طابور الحذف من البداية سواء استخدمت Circular أو استخدمت Select عادية هي بالآخر طابور، بس أنا لما أشتغل لازم تظل Circular، اتفقنا؟ طيب نيجي نحذف القيمة اللي بالأول. اللي بالأول قلنا فيش عندي هيد، أنا عندي تيل، من التيل بقدر أعرف الهيد اللي هو التيل دوت نيكست. بدي احذف لازم تكون مش فاضيه، لهيك اول خطوه اف سيلف دوت از امتي ريز امتي ذا كيو از امتي، راح اعمل ريز امتي ايرور انها الكيو اللي عندي هي كيو فاضيه، اذا كانت فاضيه بقدرش احذف منها. طيب اذا مش فاضيه راح اقول له اولد هيد اللي هو الهيد القديم، لانه الهيد راح يتغير. ليش قال لي اولد هيد؟ لانه الهيد هسه انا بتحذف النود الاولى راح الهيد يتغير،
ليه؟ قال لي الاولد هيد يعني اللي راح اللي بيأشر على النود اللي انت بدك تحذفيها يساوي self.tail.next. انا ما عندي هيد لهيك حملت مؤشر سميته اولد هيد. هذا المؤشر خليته ايش؟ يأشر على ايش؟ على النود اللي بدي احذفه. طيب اللي هي self.tail.next. بس قال لي في حالات اذا كانت الكيو اذا كانت فاضيه ريز امتي ايرور. اذا جيت تحذف وكانت فاضيه بتعمل لي امتي ايرور. اذا كانت بتحتوي بس على ون نود افحصها لحال بعد ما تخلي الاولد هيد ياشر على التيل دوت نيكس. افحص اذا كان السايز واحد يعني هاي الكيو ما فيها غير نود واحده. اذا ما فيها غير نود واحده كيف بحذفها؟ بس بخلي التيل يساوي نون والسايز زيرو وبنقص السايز. إذا كان فيش غير نود واحدة وحذفتها شو رح يصير؟ التيل نون. هاي self dot tail يساوي نون. if self dot underscore size equal equal واحد self dot underscore tail يساوي نون. عالج لي حالة إذا كان فيها بس نود واحدة. طب إذا فيها أكثر من نود إذا فيها أكثر من نود لاحظ إذا احتوت على أكثر من نود وجيت بدي أحذف أول شغلة عملت الأولد هيد يساوي التيل دوت نيكست. كل الأحوال سواء نود أو أكثر الأولد هيد يساوي التيل دوت نيكست. إذا كان نود واحد بيأشر على نفس النود. اتفقنا؟ طيب فحصت إذا واحدة خلي التيل نن وخلص بكون حذفتها. إذا أكثر من واحدة طب كيف أحذف؟ أنت شوف كيف راح أحذف التيل دوت نيكست خليها تساوي old head dot next. شوفوا شو عملت tail dot next خليها old head dot next مش old head. old head بتضل تأشر على نفسها. tail dot next يساوي old head dot next. صار يأشر على الثانية صار يأشر على الثانية هاي تلقائيا بتكون انحذفت. بعد تشوفوا كيف else إذا في أكثر من node self dot tail dot next يساوي old head dot next self dot tail dot next يساوي old head dot next. عملت هذا المؤشر اللي رسمته أنا. بعدين بنقص السايز واحد وبرجع القيمة اللي كانت بالنود اللي انحذفت. طب اللي نود ضاعت ما ضاعتش ليش؟ لأنه بيأشر عليها ال old head. يجي تقول له return old head dot element dot underscore element. نشوف ال in queue. ال in queue كمان بدنا ننتبه على حالات. قبل شوي قلنا إذا فاضية بدك تضيف نود جديدة بتخليها تأشر على نفسها وبتخلي التيل يأشر عليها. خلص الموضوع. إذا في أكثر من نود وضيفت نود جديدة من أي جهة أنا بدي أضيف؟ من جهة الهيد ولا من جهة التيل؟ من جهة التيل لأنها عملية إن كيو. أنا أول خطوة راح أنشئ النود بغض النظر الكيو اللي بدي أضيف عليها فاضية ولا مش فاضية. أكيد في نود بدها تنضاف أكيد في نود بدها تنضاف. لهيك أول خطوة راح أنشئ النود هاي نيو يساوي سيلف دوت نود اوف اي والنكست بهاي النود نان. هاي انشات نود النكست فيها حاليا نان. طب هسه نفحص الحالات. طب شو الحالات اللي بدي افحصها قبل ما اضيف؟ اقول هل الكيو فاضيه؟ طب قول لي شو دخلك بالكيو؟ بقول لك اه لان انا بدي اضيف بدل ما اجي اقول له تيل دوت نكست. ما هي اذا فاضيه بيكون التين نان. قلنا بصيرش اقول تيل دوت نكست. اذا فاضيه بيكون التين نان. بصير اقول tail dot next؟ ما بصير. لهيك بدي افحص هل هي فارغه؟ طبعا هو اعطاك الرسمه على انها فيها بس هي فعليا هاي راح نروح على الكود. شو قال لي؟ اول شغله قبل ما تربط افحصها هل هي فارغه؟ اذا فارغه خلي النيو دوت next يساوي نيو وانا مسميها newest. newest dot next يساوي newest. هاي الخطوة انه خلى نيكست بالنود نفسها تأشر على نفسها عشان تصير سيركلر لانه هاي رح تكون اول نود. طيب اذا لا اذا مش فاضية اذا مش فاضية بعمل هاي الخطوة. طيب شو الخطوة؟ اجي اقول له تيل دوت نيكست يساوي نيو بكون ضيعت الاول البداية ببطل اعرف البداية. اذا جيت قلت له تيل دوت نيكست يساوي نيو ترتيب الخطوات مهم لانه تيل دوت نيكست بدي اكسر هاي واخليها تأشر على نيو ضيعت البداية. طب شو أعمل؟ بخلي النيو دوت نيكست
يساوي tail dot next new dot next تساوي tail dot next، لأن هاي النود الأخيرة رح تدني على أول نود، رح يصير النكست فيه هاي دني على أول نود. هيك حكينا new dot next تساوي self dot tail dot next new dot next تساوي self dot tail dot next. أشرت على أول نود. الخطوة الثانية بجي بقول tail dot next يساوي new tail dot next يساوي new، بعدين بنقل التالي أشر على new بزيد السايز واحد. شوفوا شو عملنا. إذا فاضي newest dot next يساوي newest، إذا لا newest dot next يساوي self dot tail dot next. شوفوا هاي هون عنا اسمها new، بالكود اسمها newest. new dot next يساوي self dot tail dot next. عملت الخطوة هاي، هاي الأولى. طب أغير ترتيب الخطوات بصير بتضيع الكيو كلها، ما بصير. الخطوة الثانية هاي إنه tail dot next يساوي new self dot tail dot next يساوي newest. الخطوة الثالثة الرابعة إنه التيل يساوي newest self dot tail يساوي newest وزيد السايز واحد. هذول الخطوتين لأنهن مشتركات سواء كانت نود واحدة أو أكثر طلعهن برا الإف إلس، لأنه حتى لو عملت هاي الخطوة كمان التيل لازم أخليه يأشر عليها وزيد السايز واحد، أو كان عندي أكثر من نود وربطتها وضفتها كمان بدي أخلي بدي اخلي التيل ياشر على النود الجديده وازيد السايز بمقدار واحد. روتيت ذا كيو، في عندنا فانكشن اضافي. هذا هذاك الفانكشنز كانت موجودات بالكيو العاديه، بس انا بالكيو العاديه بس هون بالسيركولر كان شغلي بده انتبه شوي، لانها لازم تضل سيركولر، لازم انتبه اكثر شوي بالسيركولر كود الان كيو والدي كيو. ليش؟ لانه شغلي لازم تضل للكيو سيركولر. شو يعني الكيو سيركولر؟ يعني اخر نود تدني على اول نود، تيل دوت نيكست يساوي اول نود بالكيو. في عندنا الميثود روتيت، ضفنا ميثود على الكلاس اسمه روتيت. هذا الميثود راح احكي لك شو وظيفته. اذا انت لاحظ، اذا انت بدك تحذف النود اللي باول الطابور وترجع تدخلها على اخر الطابور، بحكي لك بدل ما تعمل دي كيو ان كيو، دي كيو بحذف الاولى، ان كيو برجع بحطها اخر شيء، صح؟ بقول لك حرك المؤشرات، لف المؤشرات بس، لف نلف، اعمل روتيت، دورها تدوير، فيش داعي تعمل ان كيو. طب كيف هاي بدي اخليها الاخيره؟ كيف بخليها الاخيره؟ بخلي التيل يساوي تيل دوت نيكست. اذا خليت التيل يساوي التيل دوت نيكست صار التيل هون، اذا صار التيل هون صارت هاي النود الاخيره، ومين الفرونت؟ التيل دوت نيكست صارت بي الاولى، صارت هاي الاخيره وصارت بي هاي الفرونت، مش الفرونت اللي هو تيل دوت نيكست، صارت هاي الفرونت هاي البدايه. والتيل وين صار؟ اذا قلت التيل يساوي تيل دوت نيكست بطل هون، صار على ايه؟ بكون كاني حذفتها من اول الطابور وضفتها على اخر الطابور، بس بدون ما اعمل لا ان كيو ولا دي كيو، بس حركت المؤشرات. متذكرين بالراوند روبن سكيدجولر؟ بالراوند روبن سكيدجولر كنا شو نعمل؟ نعطي وان تايم كوانتم. طبعا السيركولر كيو مناسب كثير لتطبيق الراوند روبن سكيدجولر. ليش؟ لانه في عندي مجموعه من البروسيسز مخزنات الطابور، كل طابور راح اعطيه وان تايم كوانتم، كل بروسيس راح اعطيه وان تايم كوانتم. اذا اجى دور هاي البروسيس شو بعمل؟ بعطيها وان تايم كوانتم، خلصت شغلها بعمل لها دي كيو، بحذفها من، إذا خلصت شغلها بنعملها دي كيو، تحذف من الكيو، تطلع من الكيو. إذا ما كملت شغلها بتخليها بآخر الكيو، بآخر الكيو فيش داعي أعمل لها دي كيو إن كيو، بعمل روتيت، بس بحرك الطابور روتيت، لفة بلفه شوي، بتصير الأولى بتصير هي الأخيرة، واللي كانت ثانية بتصير هي الأولى، اللي كانت ثانية صارت هي الأولى. لاحظ removing the front element and reinserting it at back of the queue، بدل ما اعمل دي كيو ان كيو بدي اوفر وقت، بس بعمل خطوه الروتيت. شو الروتيت؟ بحكي لنا if self dot underscore size اكبر من zero self dot underscore tail يساوي self dot underscore tail dot underscore next. التين نقلته على الاولى، صارت الاولى هي الاخيره. طب قلت لك اذا نقلته هسه والفرونت شو راح يصير؟ التيل دوت نيكست،
يعني بي صارت الأولى. لو قلت لك هسه شو صارن؟ كان ترتيبهن A B C D. هسه شو صار ترتيبهن؟ B C D A. صارت A آخر واحدة، واللي كانت الثانية صارت الأولى. B C D A. شوف كيف عملنا الروتيت. أي أفضل؟ أي أفضل؟ الروتيت ولا أعمل دي كيو إن كيو؟ لا الروتيت أفضل بكثير. طيب نشوف الدبلي لينكد ليست. طبعا احنا متأخرين والحمد لله، متأخرين كثير بالمادة، وعنا يعني ما ضيعناش وقت، حاولنا ننجز. بس تعرفوا وين دكتور عبد الرؤوف صار؟ باللينكد ليست. وين صار الدكتور؟ توقع باللينكد ليست. اليوم صاحبي كان فتح محاضرة باللينكد ليست. وين باللينكد ليست؟ أولها، أول موضوع سينجل لينكد ليست. يعني احنا كلنا، يعني أنا متأخر كثير على فكرة، يعني أنتوا عارفين إنه الفصل ظل أسبوعين ثلاث بس. ثلاث أسابيع. طيب 20 يوم. ثلاث أسابيع بالكثير، هذا بدنا نعطي لآخر لحظة. ثلاث أسابيع. يعني ست محاضرات. التري لحالها بدها سبعة ثمان محاضرات. شابتر لتري. طلع لنا شابتر تري وشابتر جراف ونكملها. طيب خلينا نشوف، بلكي اجتهدنا وصلنا ناخذ محاضرة ثالثة كمان من الأسبوع الجاي. نشوف الدبلي لينكد ليست. احنا تعلمنا السنجلي لينكد ليست. بالسنجلي لينكد ليست كل نود كانت تحتوي على رابط بربطها مع النود التالية فقط. كنت بقدر امشي من البداية للآخر، لهيك قلت لك لازم تحتفظ بالهيد اللي بدني على اول نود باللينكد ليست. إذا بدك تحتفظ بالتيل اللي بدلك على آخر نود مش مشكلة، ما احتفظتش عادي كمان بالسنجل لينكد ليست. بس أهم شيء تحتفظ بالهيد، لأن أنا بقدر أمشي للأمام فقط، بقدر أنتقل من النود الأولى عن طريق النكست للنود الثانية، عن طريق النكست للنود الثالثة لحد ما صل لآخر نود. ما فيش مشكلة، بس رجوع لا، بقدرش أرجع من التيل، يعني لو احتفظت بالتيل مش راح أقدر أرجع إلا إذا كانت سيركولر. السيركولر فيش داعي يكون في عندي هيد، لأنه التيل دوت نيكست بدني على الأولى. بس إذا مش سيركولر سنجل نيكست عادية، بقدرش أقول له التيل ما بقدر أرجعه لورا. بالدبلي لينكد ليست راح كل نود يكون فيها ثلاث أجزاء، كل نود راح تتكون من ثلاث أجزاء، جزء داتا وجزئين روابط. جزء داتا، جزء الإليمنت، وجزئين روابط. رابط بربط النود مع النود التالية، ورابط بربط النود مع النود السابقة. Link to the next point and link to the next node and link to the previous node. The previous راح أسميه breath والnext راح أسميه next. لاحظ عشان أعمل double linked list. هي linked list. Linked list عادية. بس كل node فيها an explicit reference to the node before it. Reference موجود بيأشر لي عن node السابقة. And reference to the node after it. ومؤشر بيأشر على النود. طبعا هذول نفس الريفرنس لا، في تو، يعني النود هسه على الكلاس نود راح نعدله، انه الكلاس نود السلوتس راح تكون الاليمنت ونيكست وبريف، ثلاث عناصر. الاليمنت اللي هي الداتا، النيكست هو المؤشر على النود التاليه، والبريف المؤشر على النود السابقه. هاي عدلنا الكلاس نود، كلاس اندرسكور نود اندرسكور اندرسكور سلوتس اندرسكور اندرسكور يساوي بين single quotes underscore element فاصلة underscore brief فاصلة underscore next. صارت النود فيها ثلاث أجزاء. الكونستركتر راح يعطي قيم للإليمنت والبريف والنكست. ونتذكر إنه البريف والنكست هن مؤشرات، النكست بربط النود مؤشر على النود التالية، والبريف مؤشر على النود السابقة، مؤشر على النود السابقة. Our low-level doubly linked base class relies on the use of a non-public node class that is similar to that for a singly linked list. لاحظ بيشبه الكلاس، بيشبه النود الكلاس نود اللي عرفناه بالسنجلي لينكد ليست، بس شو ضفنا عليه؟ ضفنا عليه البريف بس، البريفيوس. طيب نقارن بين السنجلي لينكد ليست والدبلي لينكد ليست. شوفوا السنجلي لينكد ليست كل نود احتوت على داتا ونكست. النكست هاف هو عنوان النود التاليه، صح؟ النكست هو عنوان النود التاليه، وهكذا. وعندنا هيد وتيل، والتيل دوت نيكست يساوي نان. اذا ما كانت سيركولر بيكون التيل دوت نيكست يساوي نان، اذا كانت سيركولر لا، التيل دوت نيكست يساوي الهيد.
طيب هاي السنجلي لينكد ليست. طب الدبلي لينكد ليست كل نود في ثلاث أجزاء، جزء الداتا وجزء نيكست بربط النود مع النود التالية، وجزء بريفيوس بربط النود مع النود اللي قبله. شوفوا بيه البريفيوس أشر لي على إيه، وهذا النيكست اللي أشر على سي. بالسي البريفيوس أشر على النود اللي فيها القيمة بيه، والنيكست أشر على النود اللي فيها القيمة دي. النود دي البريفيوس أشر على سي، النيكست كان نان. طبعاً إحنا مش راح نعمل هيك، هذا صح، بس الكتاب راح وعمل هيد دوتيل ريفرنسز. الكتاب شو عمل؟ عمل بدل الهيد ريفرنس عمل دامي نود سماها هيدر، ودامي نود سماها تريلر. نود عادية مش ريفرنس، هون الهيد والتيل ريفرنسز. بصير الهيد والتيل يكون الريفرنسز بس مسميات، الدني على أول نود حقيقية، الهيد والتيل هو مسمى بدني على آخر نود حقيقية. الكتاب عشان يسهل الشغل كله، عمليات الإدخال والحذف، عمليات الإدخال والحذف، بدل ما يعمل ريفرنس عمل الهيد سماه هيدر. وشو عمله؟ نود عادية دامي، نود عادية بس دامي. شو يعني دامي؟ يعني وهمية، نود وهمية. راح يستخدم النيكست بالهيدر يأشر على أول نود، وجزء الإليمنت والبريفيوس راح يكون نان، والنود تريلر راح يستخدم منها جزء البريفيوس يأشر على آخر نود حقيقية، والنيكست والإليمنت راح يكون النان. أوريكو كيف هاي الهيدر والتريلر. طبعاً الهيدر والتريلر بدي أرسمهن صح. هو بدي أرسم لكم إياهن صح. طبعاً ظل أقل من دقيقة، خلينا نسكر وبأرجع أفتح بعد دقيقة إن شاء الله. بسم الله. خلينا حكينا الهيدر هو عبارة عن نود مش رفرنس عادي، هو نود. هاي راح بحكينا add special nodes at both ends of the list. special nodes مش زي single list، كان الهيد مش نود، هو عبارة عن مسمى يدني على أول نود. التيل هو رفرنس يدني على آخر نود. ما كان نود، ما كان هو عبارة عن نود، ما كنت أنشئ أنه نود، كنت أعمل self dot underscore head يساوي none. هو مسمى قيمته بالبداية none، بعدين بخليه يأشر عن نود الجديدة اللي إذا ضفت نود، أو وكذلك التيل. لا، هون الهيدر هي نودز، special nodes، نودز خاصة. A header node at the beginning of the list. لاحظ الهيدر راح تكون في بداية الدبلي لينكد ليست. طب اسأل احكي لي ضروري يكون النودز الهيدر والتريلر؟ بقول لك لا، بس بصير إذا بدك تضيف، بدك تشوف إذا بدك وين بدي أضيف، بالبداية ولا بالوسط ولا بالنهاية، بدي أحط أعالج كل حالة لحال. وكذلك التريلر لو كانت تيل بدل نود كانت بس ريفرنس، إذا بدي أضيف أو أحذف. كذلك إذا بدي أحذف بدي أشوف البداية لحال، النهاية لحال، الوسط. أكثر من حالة رح أعالج إذا كان الريفرنسز عادية، بس إذا كان دامي نوت لا، رح أعالج حالة واحدة. طب نشوف كيف رح نعالج حالة واحدة. لاحظ كمان and trailer هي نود، التريلر هي عبارة عن نود at the end of the list. طب لو سألتك، خليني أعمل shift، أعمل show وطول القلم. شوفوا بدي أرسم لك إياها كنود عشان ما تحكيش كيف هاي نود. هي ماخوذ الجزء المستعمل من النود. نود مكونة من ثلاث أجزاء، previous ون element ونكست. ال element none وال previous none بالهيدر. النكست بيأشر لي على أول نود حقيقية بالdoubly linked list. طيب التريلر كمان هو نود، دامي نود. ليش دامي؟ لأنه ما فيها داتا. ليش وهمية؟ لأنه هي ما بتحمل بيانات من ضمن السيكونس، هي بس استخدمتها عشان تدني على أول نود وعلى آخر. الهيدر على أول نود بدني، والتريلر بدني على آخر نود. لاحظ بالتريلر البريفيوس بدني على آخر نود، جزء البريفيوس مستخدم، وجزء الإليمنت والنكست قيمتها نان. النكست الإليمنت والنكست نان. لاحظ these dummy dummy nodes are known as sentinels. هاي النوتس الوهمية بحكينا نسميها sentinels or guards.
جاي زي الحراس على الـ doubly linked list. And they do not store elements of the primary sequence. ما فيها قيم من ضمن الـ sequence. طيب useful شو فائدتها؟ طب ليش عملتن nodes؟ ليش ما عملتن مؤشرات عادية؟ بحكي لنا بتساعدني بعمليات الـ insertion and deletion، بتسهل عمليات الـ insertion والـ deletion. طب كيف راح تسهل؟ أنا بحكي لك، حتى لو كانت الـ doubly linked list فاضية راح يكون فيه header وتريلر بيأشرن على بعض. عمليات الإضافة دائما راح تكون between two nodes، فيش شيء طرفي. طب كيف فيش شيء طرفي؟ حتى لو أول نود راح تكون بين الهيدر والتريلر، راح تكون دائما حالة واحدة between two nodes، بالوسط بالآخر بالبداية between two nodes. أنا بضيف بالبداية، بضيف بين النود هيدر والنود الأولى، بضيف بالآخر بضيف بين النود التريلر والنود الأخيرة، بضيف بالوسط بضيف بين two nodes. يعني بكل الأحوال نفس الحالة، الإضافة between two nodes. طب والحذف؟ كمان الحذف from two nodes. الحذف أنا ما بحذف الهيدر وتريلر، بحذف من القيم. إذا فيش عندي غير الهيدر وتريلر بتكون فاضي، بعمل raise empty error إذا جيت أحذف وما فيش عندي غير الهيدر وتريلر. إذا في نودز أخرى، أي نود بدي أحذفه بكون بدي أحذفه مرتبطة بين two nodes. لهيك الحذف كمان للنود هي حذف نود مرتبطة بتو نودز، حتى لو كانت أول نود لأنها رح تكون مرتبطة بالهيدر والنود التالية، حتى لو كانت آخر نود لأنها مرتبطة بالنود تريلر والنود اللي قبلها. إذا الحذف لأي نود رح يكون between any two nodes، يعني حالة واحدة للحذف وحالة واحدة للإدخال. سهل شغلي؟ صار شغلي أسهل بكثير من لو كان الهيد والتيل references عادية، مش عبارة عن nodes. نشوف الـ doubly linked base abstract data type. الـ abstract data type قلنا تجريد للداتا والoperations والerror conditions اللي ممكن تحصل. طيب خلينا نتذكر شو بحاجة؟ بحاجة للنوتس الممبر variables header وتريلر، وهذول نوتس، انتبهوا الهيدر وتريلر نوتس وسايز. بحاجة للoperations لين الoperations، طبعا هاي الرئيسية. طبعا أنا doubly linked list لو بدي أضيف بالوسط، طبعا تضيف بالوسط بهمش، insert between، شفتوا شو سماها insert between، delete node، حالة واحدة للإضافة والحذف. لو بدي أطبع القيم تضيف function للطباعة، لو بدي مثلا أوجد أكبر قيمة بال doubly linked list تضيف function يوجد لي أكبر قيمة، لو بدي أعمل reverse أعكس محتوى ال doubly linked list تضيف function reverse. لو يعني ممكن نعمل أي function. هو بحكي لي الأوبريشنز الرئيسية اللي بتشغلني اللي بتساعدني بالشغل، الباقي هو شغل يعني الريفيرس مثلا شغل على doubly linked list موجودة، لا بدي أضيف فيها ولا بدي أحذف. البرنت هو شغل على doubly linked list موجودة، display مثلا. أنا هون بشرح لك الأوبريشنز للإنشاء، لعمليات الإنشاء زي الستاك. الستاك أعطاني البوش والبوب والإز إمتي واللين، هذول الأوبريشنز الرئيسية لإنشاء ستاك. طب هسع بس أنشئ الستاك بقدر أطبع قيمها، أوجد أكبر قيمة، بوجد بقدر احذف تحت شرط معين. مثلا قلت لك لو احذف لي كل النيجاتيفز من الستاك بصير، بس انت بدك تتذكر انها ستاك. الكيو كذلك، يعني بنقدر نطبق اي تطبيق على ستاك او كيو، السنجل لينكد ليست، الدبل لينكد ليست، السيركلر كيو. بعد ما تجهز وتصير جاهزه، انا شغلي بالاضافه والحذف، ان انتبه على المؤشرات. بس اذا كنت مثلا بدي، اذا في عمليه اضافه او حذف لازم انتبه على كل شيء. بس اذا بدك تطبع طباعه بقدر امشي مؤشر يمشي من اول نود لاخر نود ويطبع للقيم. طبعا هاي لينكد ليست عاديه مش ستاك ولا كيو، هيك بقدر امشي مؤشر من البدايه للاخر. بدي اوجد اكبر قيمه بقدر امشي اعمل ترافيرس، ابلش من اول نود اشوف القيمه اللي فيها، قارنها مع الماكس، انتقل على النود التالي النود التالي لحد ما اقارن كل النود. راح جب يحكي لنا الاوبريشنز الرئيسيه لين والاز امتي، انسيرت بتوين وديليت نود. طيب الاكسبشنز، الاكسبشنز اكيد في اكسبشن اللي هي الاز امتي، الامتي الاكسبشن فيه اللي هو الامتي. طب في امتي؟ امتي اذا في بس الهيدر والتريلر مأشرين على بعض، يعني ما فيش نودز حقيقيه بتكون فاضيه. لو جيت قلت له احذف لي نود بدك تقول لي انها فاضيه الليست، ما بقدرش احذف. متى بستدعي الاكسبشن؟ متى راح استدعي بالحذف؟ راح اقول له اذا فاضيه ما بقدر احذف من doubly linked list فاضيه.
نشوف الكلاس دبلي لينكد بيس كلاس اندرسكور دبلي لينكد بيس كلاس اندرسكور نود. قال لي حذف الكود النود لانه وريتك اياه هو مكون من ثلاث اجزاء السلوتس الاليمنت ونكست وبريفيوس. واعطى قيم شفنا قبل شوي كونستراكتر النود div underscore underscore init underscore underscore of self هذا constructor الدبلي linked base class. ولاحظوا حتى الدبلي linked base عملوه non-public. تعرفوا ليش عملوه non-public؟ لأنه بدي يعملوا base class لكلاس آخر. كلاس آخر اللي هو بسكشن 7.4 البوزيشنال كلاس مش مطلوب منه. مش رح ناخذه يعني. ورح ناخذ الدبلي DQ. رح استخدم الدبلي linked base class بإنشاء الدي كيو اللي هي الدبل اندد كيو. في موضوعين الدبل اندد كيو رح ناخذه بسكشن 7.4 اما البوزيشنال لا ما رح ناخذه. اما الدبل اندد كيو تذكرينها الكيو اللي بقدر اضيف من الجهتين واحذف من الجهتين اخذناها على الليست وكمان هسه رح اخذها على اللينكد ليست على الدبل لينكد بيسك كلاس رح اطبقها. لاحظ شو عمل بالكونستراكتر اللي الدبل لينكد بيس انشا الهيدر اول داتا ممبر سيلف دوت اندرسكور هيدر الداتا منبر الثاني self.underscore_trailer والداتا منبر الثالث self.underscore_size. طب شو هو الهيدر؟ الهيدر شوفوا عبارة عن نود self.underscore_node انشأ نود سماها الهيدر قيمها none بالبداية يعني النكست والإليمنت والبريفيوس كلهن none والتريلر كذلك هي نود شوفوا عشان يعملها نود استدعى constructor النود والقيم هنن نن نن. طب هيك فاضية؟ إذا فاضية قلنا الهيدر لازم يأشر على التريل الهيدر دوت نيكست يأشر على التريلر والتريلر دوت بريفيوس يأشر على الهيدر. هاي عمل خطوتين الربط عملية الربط عشان كيف يصير؟ هاي عندي الهيدر بسميها اتشنا عشان مختصرة بالبداية عملهن كلهن نن وهاي التريلر التي أول ما ينشئها فاض رح ينشئ create empty list كمان عملهن none trailer بس بعدين الهيدر دوت next لازم يتأشر على trailer والتريلر دوت previous يأشر على الهيدر هاي self dot trailer dot underscore previous يساوي self dot underscore header ربطن ببعض حتى لو فاضي لازم يكون مربوطات ببعض والsize يساوي zero. طبعا هاي كانت الرسمة موجودة هيها شايفين الهيدر والتريلر الهيدر بالبدايه كلهن نن كلهن فاي 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 الفاي اللي هي النن بعدين قال لي هيدر دوت نيكست يساوي سيلف دوت اندرسكور هيدر دوت اندرسكور نيكست يساوي سيلف دوت اندرسكور تريلر سيلف دوت اندرسكور تريلر دوت اندرسكور بريفيوس يساوي سيلف دوت اندرسكور هيدر. احنا بنختصرهن مش ضروري اكتب ليش قال لي بس وريتك مربع واحد ما وريتكيش نود كامله الهيدر ليش؟ لأنه الجزئين اللي ظلن نن فيش داعي ارسمهن. ليك شوفوا لما رسم لي بس جزء مربع واحد اللي هو هون بدني ان النود مستخدم فيها جزء النكست الهيدر والتريلر مستخدم جزء البريفيوس. عرفنا ليش استخدمنا بس هيك؟ يعني لو رسمت لك اياهن بس مربع مش ثلاث اجزاء اتذكر انهن هن نودز دامي نودز حراس على الدبل لينكد ليست. شو فائدتهن؟ فائدتهن انهن يسهلن علي عمليات الإضافة والحذف. طيب كيف بسهلن؟ حكينا اللي كيف بسهلن إنه عملية الإضافة والحذف راح تكون دائما between two nodes ما بحاجة إني أشوف هل هي بالبداية ولا بالنهاية والوسط صرت حالة واحدة كل حالات الإضافة حالة واحدة كل حالات الحذف. اتفقنا؟ يعني عملنا لين فانكشن لين فانكشن راح يرجع لقيمة السايز الإز إمتي برجع سيلف دوت أندرسكور سايز إيكوال إيكوال زيرو نفسه تايم كومبلكسيتي إله أو 1. خلينا نشوف insert between between insert between function رح أعطيه القيمة اللي بدي أضيفها بالنود الجديدة ورح أعطيه مؤشر عن النود السابقة ومؤشر عن النود التالية predecessor و successor. predecessor اللي هو مؤشر عن النود السابقة اللي بدي أضيف بعدها يعني successor اللي هي النود التالية يعني بدي أضيف أنا قبلها. شوفوا أنشأ نود جديدة أول خطوة ينشئ نود جديدة ترتيب الخطوات مهم أنشئ نود جديدة بعدين شو قال لي؟ طبعا هون بعد ما ينشئ نود يربطها كونه في عندي رابطين وفي عندي بروديوسر وسكسسور ما فيش عندي مشكلة بالترتيب لو خربطت عادي. نود لنيو
dot next يساوي successor ونيو نود newest dot previous يساوي لي predecessor. ربطت هذول. طب هاي كمان لازم اربطها البريفيس successor dot brief يساوي النيوست وبريديسسور دوت نيكست يساوي النيوست. اربع خطوات زائد عدد الروابط، رح تزيد عدد الروابط لانه رح تصير عمليه الاضافه بدها شغل اكثر. ليش بدها شغل اكثر؟ لانه عدد الروابط اكثر، وبالتالي هناك كان لما كنت بالسنجل لينكد ليست اعمل رابطين وخلص، هسه رح اعمل اربع خطوات للربط. اربع خطوات للربط. شوفوا شو قال لي، انشا نود، بعدين قال لي successor dot brief يساوي النيوست وpredecessor dot next يساوي النيوست وزدت السايز بمقدار واحد. تصير هيك الخطوات. طيب يعطيكم العافية، هسا المرة الجاية بنكمل من عند insert between، بلكي كملنا وكملنا double ended queue، هاي linked dq، linked dq اللي هي double ended queue تعتمد على class doubly linked basic class. رح نشوف كيف بتشتغل الفيرست واللاست وانسيرت فيرست وانسيرت لاست. متذكرين الاوبريشنز ديليت فيرست ديليت لاست بالدبل اندد كيو؟ نفسهم بس بدنا نطبقهم باستخدام الدبل لينكد بيسك كلاس. هاي ديليت فيرست ديليت لاست فيرست ولاست وانسيرت فيرست وانسيرت لاست. نشوف كيف رح يتطبقهم بالدبل لينكد بيسك كلاس عشان الاسبوع الجاي ان شاء الله محاضره بالدبل لينكد ليست، والمحاضره الثانيه بنبلش بالشابتر 3 ان شاء الله. يلا يعطيكم العافية. مهتمين سبعة حضور وعشرة حضور، يعني على علاماتكم وعلى اللي شفته بالعشر علامات لازم تجتهدوا أكثر. مش دكتورة بس مني تفضلي. متى حيكون التكميلي وإذا حد ما حل سؤال؟